السيد جابر عساقلي، أسعد الله مساءك. مساء الخير أستاذ كمال. دعنا في هذا الحوار نلقي الضوء على بعض الأمور التي تخصك، كونك مرشحا في المكان 12 ضمن القائمة المشتركة لانتخابات الكنيسة، ونأمل لك النجاح بحصول القائمة على أكثر من 12 مقعدا. كيف أنت ترى احتمالات نجاحك؟ احتمالات نجاحي الحقيقة واردة جدا. بتصور انه بعد امامنا اسبوعين شبه كاملات، يعني اسبوعين قبل الانتخابات. لحد اسا احنا في الاستطلاعات تبعتنا في عنا 11.5-12 الا، فاحنا عمليا اذا بتكون في شدة حال خلال الاسبوعين هذولا في امكانية نجيب 12 وحتى اكثر من 12. لابد ان دعم المصوتين من المغار للقائمة المشتركة والبالغ عددهم 16,000 مصوت سيزيد من امكانية نجاحك ودخولك الكنيسة، ليس كذلك؟ طبعا في الوضع المتأرجح للمقعد 12 او واللي بعده عمليا انت بحاجة لمصوتين المغار 100%. عمليا المغار بتطلع لحالها بتطلع نص مقعد لحالها، فاذا اهل المغار تجندوا، اذا اهل المغار وقفوا ودعموا ابناء بلدهم ودعموا عمليا مرشح اللي هو عمليا موجود اليوم تقريبا على الحفة، فامكانيات النجاح ستكون كبيرة. هذا كثير بتعلق في اهلنا في البلد. في الانتخابات السابقة لم يتم تشكيل القائمة المشتركة، والأحزاب العربية خاضت الانتخابات بقائمتين منفصلتين، مما أدى إلى حصول القائمتين على 10 مقاعد فقط. هل الآن بعد تشكيل القائمة المشتركة ستحصل المشتركة على أكثر من 12 مقعد؟ الاحتمال موجود. أنا برأيي يعني التحدي الأساسي اللي أمامنا هو إخراج الناس للتصويت. إخراج الناس للتصويت في كل القرى والمدن العربية سيضمن لنا 13 مقعد على الأقل. إذا ارتفعت نسبة التصويت ب 7 أو 8% عند العرب ونزلت كما هو متوقع في المجتمع اليهودي، فسيكون مقعد 13 مضمون، ولكن الشرط الأساسي أن نخرج للتصويت. هناك مرشح ثاني من المغار ضمن القائمة المشتركة وهو الدكتور منصور عباس. هل تنسق معه أنت أستاذ جابر الجهود من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن من الأصوات من المغار لكما في هذه الانتخابات؟ طبعا التنسيق بيني وبين دكتور منصور شخصيا موجود، ولكن احنا بنشتغل مش بس المغار، بنشتغل على مستوى كل البلاد. ولكن طبعا ولكن في طاقم اللي هو طاقم من كوادر الجبهة وكوادر الحركة الإسلامية اللي بتنسيق كامل مع بعضنا، والاجتماع اللي عملناه هنا قبل 10 أيام كان اجتماع مشترك واجتماع ناجح جدا. فالتنسيق قائم على مستوى الصناديق، على مستوى الزيارات البيتية، على مستوى الحلقات البيتية، فالأمور يعني منسقة تماما. معروف عنك أستاذ جابر أنك نشيط في مجالات عديدة وتشغل مناصب في مؤسسات هامة، احكي لي عن هذه الوظائف التي تشغلها والمؤسسات التي عملت أو تعمل فيها. طبعا أنا يعني عندي تاريخ مهني طويل كثير، فبدي أختصر وأقول أنه بالعشرين سنة الأخيرة أو بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة من حياتي أنا يعني كنت نائب مدير عام لمؤسسة كبيرة اسمها شتيل، اللي هي بتعطي خدمات دعم ومشورة للجمعيات والمؤسسات المجتمعية، وكمان أشغلت منصب مدير مشارك في جمعية سكوي، أشغلت منصب مدير البرامج في مؤسسة مندل لتطوير القيادات، واليوم أنا من تقريبا سنتين أنا بشتغل مستشار تنظيمي مستقل برافق عديد من المؤسسات المجتمعية والمؤسسات مثل مجالس محلية وأقسام في مجالس محلية وغيرها. وساهمت في إلغاء ضريبة الأملاك. طبعا خلال عملي بسنوات التسعين أقمت يعني بادرت وأقمنا مع كمان شركاء لجنة العمل لإلغاء ضريبة الأملاك، ونجحنا بإلغائها بعد نضال دام 7 سنوات. ضريبة الأملاك نجحنا بتعديلها وتعديل القانون عدة مرات، ولكن النجاح الشافي والنهائي كان في نهاية 99. فعمليا منذ سنة 2000 ضريبة الأملاك غير قائمة كضريبة، وهذا يوفر على الأقل 10 مليار شيكل على المجتمع العربي. تشكر في هذا المضمار. سؤال لا بد منه، أنت تعرف أن المصوتين في الوسط العربي سيصوتون لأحزاب مختلفة، غير أن القسم الأكبر من هذه الأصوات سيكون لصالح القائمة المشتركة طبعا. سؤالي هو كيف ترى مدى الالتفاف
حول القائمة المشتركة من قبل الوسط العربي ووضع باقي الأحزاب؟ بصراحة القائمة المشتركة بسبب ما حدث في الانتخابات السابقة وبسبب تأخر المفاوضات بدأنا كما يقال بالرجل الشمال. يعني قبل شهر كان الوضع مش كثير منيح، ولكن مع إقامة المشتركة ومع الخروج للناس والخروج إلى الأسواق والخروج إلى البيوت والحلقات البيتية والاجتماعات الشعبية والنشاط المكثف اللي عم يقوم فيه بالقائمة المشتركة، أصبح الالتفاف يعني مضاعف مما كان عليه قبل شهر. وطبعا بعد معنا نص شهر اللي ممكن كمان نزيد كمية الداعمين والمصوتين في كل المجتمع العربي للقائمة المشتركة بنسب كبيرة. طبعا إذا كانت نسبة التصويت في المرة السابقة أقل من 50%، نحن نأمل هذه المرة أنها تكون 60% وربما أكثر. وهل تحظى بتأييد واسع من أبناء الطائفة الدرزية كونك من هذه الطائفة؟ طبعا أنا ابن الطائفة، أعتز بكوني ابن الطائفة المعروفية، ولكن خليني أقول هيك، بالانتخابات السابقة أبناء الطائفة المعروفية يعني بسبب غضبهم كثير منهم راح باتجاه أحزاب صهيونية وخاصة كحول لبان. أنا بتصور اللي بسمع كحول لبان اليوم بسمع برامجها وخططها المستقبلية، فعمليا ما فيش أي سبب إنه يستمر يصوت كحول لبان ويعود إلى حضن يعني مجتمعه إلى القائمة اللي تمثل قضايا حقيقة والقائمة اللي عمليا حاربت في حينه وما زالت تحارب قوانين عنصرية وأهمها قانون كامينيتس وقانون القومية. كمان حتى ميرتز اللي في المرة السابقة طرحت حالها كبديل للقائمة للقوائم العربية، علي صلالحه مرشح وسنسحب وعلي صلالحه، والحق يقال اللي عملوه مع علي صلالحه هو شيء غير منصف تماما، هن ازاحوه من المحل الخامس الى المحل العشرين في قائمتهم. وطبعا انضمام براك لميرتز هذا يقول انه ميرتز بطلت اليسار، ميرتز صارت مركز ممكن فيها بعد يسار، ولكن بقيادة براك لن تكون يسار. ما هو برنامج العمل الذي وضعته القائمة المشتركة لخوض الانتخابات؟ وهل كونك ابن المغار ستعمل على تقدم وتطور المغار عندما تدخل الكنيسة؟ طبعا أولا قضية القائمة المشتركة وبرنامج عملنا هو برنامج طويل عريض مكثف، ولكن أنا سأتمحور في ثلاث أربع قضايا مركزية. القضية الأولى هي قضية البناء وقضية هدم البيوت عمليا، تخطيط الإسكان بالضبط. قانون كامينيتس هو واحد من أخطر القضايا أو أخطر القوانين اللي نعاني منها في كل المجتمع العربي بما في ذلك كل قرانا المعروفية، وخلينا أقول حتى أوامر هدم. خليني أقول أكثر من هيك، في القرى المعروفية إحنا الضحية الأكبر لقانون كامينيتس، إنه إحنا لا يعني قد ايه احنا من المجتمع العربي، ولكن اكثريه اوامر الهدم موجوده في القرى المعروفيه. قبل يومين في بيت جن على مصطبي وغرامه 300,000 شيكل كان من الزلمه. فعمليا قانون كامينيتس وهي قضيه التخطيط والبناء وهدم البيوت هاي قضيه مركزيه. القضيه الثانيه طبعا هي قضيه قانون القوميه، وقضية قانون القومية هي قضية مش بس قضية يعني مادية، هي كمان قضية معنوية، هي بتخرجنا من دائرة المواطنة المتساوية مع في داخل المجتمع الإسرائيلي. عمليا هاي قضية اللي بدها متابعة. طبعا يجوز انه لن ننجح بإلغاء قانون القومية تماما، ولكن يجب إفراغه من مضمونه الحفاظ على اللغة العربية والى اخره. القضية الثالثة اللي هي انا مهم نتطرق لها العنف والأمان الشخصي. وطبعا احنا ما احناش شرطة اللي احنا نعمل محل الشرطة، واجبنا كقوائم وكأعضاء كنيسة ان نضغط على الشرطة وعلى وزارة الامن الداخلي بانها كيف يعني بتنفذ القانون في موضوع الاسكان تنفذه في موضوع الاجرام. كيف نظفت نتانيا من الاجرام تنظف قرانا من الاجرام، كيف نظمت ايلات من الاجرام تنظف قرانا ومدننا من الاجرام. فهذا هو هاي ثلاث قضايا مركزيه طبعا، ويعني ملان قضايا اللي بحاجه لمعالجه تتعلق في التعليم والساعات المباني مناطق النفوذ العديد من القضايا. كلمه اخيره تود توجيهها استاذ جابر للوسط العربي ولابناء الطائفه المعروفيه ولابناء المغاربه بالذات. انا اتوجه الى اهالينا في كل القرى والمدن العربيه، واتوجه بشكل خاص للقرى المعروفيه، أتوجه بشكل خاص لأهل بلدي في المغار. نحن أهل للثقة، نستحق دعمكم.
احنا اثبتنا حالنا خلال سنوات طويله وما زلنا على النهج والخط السليم الذي يحارب العنصريه، يحارب القوانين العنصريه، ويقف ويجابه في الكنيست وفي الشارع كل السياسات الحكوميه المميزه ضدنا والتي يعني تحاول ان تطمس هويتنا وان تقتلعنا من اراضينا. مهم جدا انه احنا يكون لنا صوت في الكنيست، صوت اصيل اللي يمثل ارائنا ووجداننا الحقيقي. الف شكر لك استاذ جابر على هذا الحديث الشيق. معك اتمنى للقائمه المشتركه الحصول على اكثر من 12 مقعد لنراك عضوا في الكنيست القادمه. الف شكر وبالنجاح. شكرا بالنزار. شكرا جزيلا بالنجاح. الله يخليك. الله يخليك.